صحيح. طيب الجزء الثاني اللي عايز أسأله فيه كمان هو على مستوى الطموحات، على مستوى خاصة كل لعيب بيبقى عنده طموحات كبيرة جدا، وأكيد خطوة النادي الأهلي انتقاله النادي الأهلي دي خطوة كبيرة. هو شايف إن كمان النادي الأهلي هيساعده بشكل كبير جدا إن هو يفكر في جزئية الانضمام لمنتخب، عنده دلوقتي كمان النادي الأهلي بيكبر اللعيب، لكن طبعا بيكون في مشوار طويل لازم هو يمشيه. طموحاتك إيه الفترة اللي جاية كمان؟ I think the expectation ما يعني طموحاتي بالنسبة يعني كلاعب محترف لكرة القدم هو أن أتقدم في مجالي، وطموحاتي كبيرة وتبدأ باللعب للأهلي، فيعني وأنا أحتاج بالتالي أن أتقدم في مستواي الفني وعلى مستوى الشخصي أيضا، لأن الأهلي ليس يعني فريق صغير، هو أكبر من أكبر الفرق، هو أكبر فريق في أفريقيا، وبالتالي في الأهلي هناك فرصة كبيرة يمكنني من خلالها أن أتقدم في مشواري خطوات كبيرة إلى اللعب الأوروبا.